بسم الله، إن شاء الله هنتكلم عن تطبيق استخدام الأدوات أو البرنامج الخاص بالأرشكات في الرسومات المعمارية. دي رسمة مرسومة بالأوتوكاد. طبعا أنا مش هرسم، مش هجيب كرة الأرض وأخطط فيها، هي دي رسمة جاهزة. الباشمهندس أشرف أستاذي هو اللي رسمها، الله يرحمه، فأنا هرسم على رسمته. طبعا الرسمة كان لها على حسب طلبات الزبون، فأنا هرسم عليها إن شاء الله. توضيح عندي المطبخ، وطبعا هنا جار وهنا جار، وهنا هي على شارعين، الشارع ده ودي شارع. فروة الله الله فروة جار، الحتة دي جار، وهنا في بروز، دي ملك الجار، 1 متر حوالي 1 متر، ودوت هنا شارع، وعندنا برضو كنا دي شارع، دي شارع ودي جار بالنسبة لنا. فدوت بالنسبة لنا دي منور أو مسقط اللي هو الحتة ديت، ودي منور كمان، ودي صالة الاستقبال، بحيث إن طبعا اللي هيطلع كده، وهي مثلا دي الضيف يعني هيبقى كده. هنشوف. ودي الصالون بتاعنا، ودي غرفة نوم، ودي غرفة نوم، ودي المطبخ، ودي الاستقبال بتاعنا، ودي اللي هنمشي عليها إن شاء الله. طبعا هنخش هنا في إعدادات البرنامج الأول. لازم نظبط إعدادات البرنامج الأول. بنخش على الأدوار بتاعتنا الأول، بنظبط الأدوات بتاعتنا. بنيجي هنا مثلا الدور الأولاني الثاني الثالث الرابع الخامس. طبعا الأدوار عندنا هي تختلف شوية في الأول، بس احنا نرسم اللي هو أول علو، وبعد كده نشوف باقي الطلبات، لأن في أرضي، أرض أول وأرض تاني. دي أرض أول، هنيجي نكتبها كده، دي أرض أول ودي أرض تاني اللي هي أرض تاني اللي هو الدور التاني، ودي أول علوي، التاني التاني الثالث، وهكذا وهكذا الرابع، وآخر حاجة عندنا الخامس. طبعا في دور كمان اللي بيبقى فيه كوبستا والكلام زي كده، اللي هي السادس اللي هو طبعا بتاع الكوبستا والكلام ده. ارتفاع الأدوار هنخليها زي ما هي، بس الدور الأولاني هنخليه مثلا لأن في محلات، الأرض الأول والتاني في محلات. نعمل أوكي على الدور الأول بتاعنا، وكتب هنا الأسامي اللي أنا عاوزها. ودي الادوات بتاعتي اللي هنشتغل عليها. انا باجي اخش على الوول، بظبط الادوات بتاعتي. طبعا انا هنا قايل له، بقوم جاي مغيرها، قال له اعمل لي الوول توب، يعني دي الهوم الارضيه بتاعتي، بقول ارتفاعها من اول هنا لغايه فين، اخر لغايه فين، اقول له لغايه ارتفاع الدور الثاني بس، اقول له اعمل لي نقص لي سمك السقف، لان لازم اطرح سمك السقف معايا على اساس ان ما يحصلش تخطيط، لازم انقص سمك السقف عشان حساب الكميات بتاعتي، ولو في لازم اعملها يعني في الحسبان بتاعتي. فكده فارتفع الدور معايا كام، ارتفع الدور معايا 3000، 3 متر واتنين من عشرة، و وسمك الحيطة بتاعتي 125 مللي او 12 سنتي ونص. بقوم جاي في طريقتين انا لرسم الحيطة، يا اما انا ارسمها بايديا بعد ما انا اظبط الاتجاه المسكه بتاعتي، لما بتك مسطره، بتك مسطره، بمسك بقف على الامر الحيطه، بتك مسطره اهوت، عمل لي شغل يعني سهل لي جدا في الشغل بتاعي. بتك مسطره اهوت، بتك مسطره، وهو متك انتر او بتك الشغل بتاعي اهوت مسطره. طبعا ما ينفعش اعمل لجوه اهوت، كده عمل الحيطة بتاعتي.
تمام. هاجي هنا اقوم واخد من ديت الحته اللي هي كوبي، واعمل لا امسك دراج واعمل كنترول الت، واعمل بقى تك شيفت، واجي عند اي نقطه هنا اقول له دي الشيء اهوت عشان اظبط الحواف بتاعتي عشان يبقى على نفس الخط اهوت، اظبط لغايه لما اخلص الشغل بتاعي. تمام. في هنا عندي مثلا عاوز اعمل التقاء ما بين الحوائط ده بحيث ان هي، بمسك الحيطة وامسك النقطة ديت والنقطة ديت اللي هو الثلاث حوائط التانيين قصدي، واعمل اللي هو يعني مثلا في حل، اقوم ماسك الحيطة ديت واقوم عامل له اعمل لي امتداد لغاية الجدار ده لغاية الوش ده، اعمل الامتداد بتاعهم وحصل التقاء او سيح المنطقة ديت. هنا بمسك الحيطة ديت مع الحيطة ديت بعمل لها تقاطع او بعمل لها الامر دوت انستراكت او تقاطع، بقوم متك عليه خلاص. هنا ما فيش حق، طب بقوم جاي هنا ماسك الحائط ده واقوم اعمل لها كوبي كنترول مرة واحدة، ما اعملش دبل كنترول. تمام، عملت لها كوبي مرة واحدة. طبعا ان الحوائط دي هنا مش مظبوطة، واقوم جاي مثلا جايب الباتريات واعمل لها كوبي هنا. طبعا نظبط دلوقتي، بقوم جاي هنا هعمل لها ايات امتداد واعمل لديت امتداد، بقوم جاي هنا الحيطريات والحيطريات بعلم عليهم الاول، واقوم جاي هنا اهوت معلم الاجاست واقوم معدلهم واقول له اخرك لغايه هنا متعداش. تمام، اقوم ظبطهم تمام كده قوي، يعتبر فضل الحيطريات. اقوم جاي مع الحيطريات ومع الحيطريات في كذا حل، لا اما اعمل امتداد او الغي الحيطريات تكه. كويس ان عجبتها كمان، لا في كذا غلطة عملتها. اقوم جاي امسك الحيطريات كمان بعمله شيفت شيفت، امسك بقى يعني عشان اختار كذا اكتر من حتة في نفس الوقت، بقوم متك الحتة الأمنية واتك شيفت عشان يستمر معايا الاختيار. طبعا اللي مش معايا ديت عشان يحصل التقاطع، لان اي خطين متوازيين لا يتقاطعان ابدا. تمام، كده الحوائط تقريبا كلها خلصت ما عدا طبعا هنا الجدار دي مش مظبوط عشان دي ليه ارتفاع متر ودوت 3 متر، فهم جاي هنا عامل اللي هو السبليت، بقوم التكة اعملها تاني، بقوم جاي ماسك الخط الاول وبعد كده اقوم مفعل الامر دوت واقوم محدد القطع بتاعي. تمام، واجي هنا اغير الاتجاه بتاعي لما يكون اوت سايد اخليه انسايد اوت عشان يظبط معايا الاتجاه، واقوم جاي مغير الارتفاع بتاعه واقول له لا خليه بارتفاع متر، اقول له انه لينكد على اساس انه ارتفاع متر، اقول له اوكي. هاجي هنا ارسم اللي هو الحيطة بتاعتي اللي هنا، اقوم جاي هنا بتك مسطرة اهوت مسطرة، انا عاملها بكذا طريقة. انا عاملها بالطريقة العادية لان عشان بس يكون عاملها بالطريقة العادية، هخش على الحيطة واقوم قايله متر. طب تمام، واقوم جاي هنا ماسك اول نقطة كليك اول كليك دبل بعد كده كليك التاني، وقوم جاي مفعل اللي هو ارك ثرو بوينت، وقوم جاي هنا اول نقطة اول نقطة تاني نقطة تالت نقطة، وقوم محدد اخر حاجة ليا او اخر حاجة ليا في الارك، وقوم جاي هنا موقف مثلا، واجي هنا اعمل ثرو بوينت اهيت. تمام، وقوم جاي هنا فنيجي هنا نكمل النقطة الأولانية النقطة الثانية.
ونعمل ثرو بوينت، الأولى الثانية الثالثة، ونعمل اللي هو النقطة الأخيرة. طبعا الوصلات هظبطها بس مش دلوقتي، ديت اتظبطت كل حاجة تقريبا مظبوطة دلوقتي. تمام تمام ما عادش الحتة ديت هعملها، اعملها عادية كده. لو عايز اطلع من الأمر بتك سكيب. تمام بقوم متك اوكي. تمام انا بقى هاجي، انا دلوقتي رسمت الحوائط، دلوقتي انا عاوز اخد الحوائط كلها مره واحده بدون مثلا انا عملت هنا مسكت الحوائط مع الخطوط. دلوقتي انا عاوز الحوائط بس اخدها معايا، اقوم جاي هنا مشغل اللي هو امر سيلكشن اللي هو التكه دي الحدود بتاعتي اللي اختار منها الحاجه اللي عاوزها، اقوم قايل له فايند اند سيلكت، اقوم جاي هنا واقول له يعني اختار لي الحوائط كل اي حاجه اسمها حوائط جيبها لي، اقوم كده التكه واطلع منها وماسك النقطه من جوه السيلكشن، ما عملهاش من بره لان من بره هيطلع لي من امر. بقوم جاي مفعل تاني الفايند اند سيلكشن، هقول لي هنا العدد 34 حيطه اديت، لو عايز بقى ازود اي حاجه تانية بزودها. طبعا ما فيش اي حاجه، بقوم ماسك الحيطه بتاعتي هنا بيقول لي هنا عاوز يعمل موف نود، انا مش عايز اعمل موف نود، بعمل دراج او موف، بقوم ماسكها واعمل اخلي السورس زي ما هو بس اعمل كوبي ليها دلوقتي. اه ما عملت لها كوبي بتك هوم كنترول، عاوز اعمل لها كوبي كذا كذا تكرار، بعمل كنترول الت بس انا عايز اعمل لها كوبي بس، واقوم التك واعمل كليك هنا كليك يمين وتمام كده كده يعتبر الشغل بتاعتك. هنا بقى ايه هظبط الشغل بتاعي، بقوم جاي هنا ماسك الخط دوت واعمل له موف نود، بقوم التك هنا لغايه لما يوصل الخط بتاعي لغايه هنا، ونفس الكلام مع الخط ده اقوم اعمل له موف لغايه الخط ده. تمام باجي هنا اقوم عامل لها ذات عمودي، اعمل لها واقوم جاي اعمل النقطه ديت مع النقطه ديت، اعمل لها اللي هو الشكل ده. طبعا باجي هنا مع ديت اقوم عامل لها الشكل ده بالظبط، نفس الكلام هنا دي مع دي، واقوم عامل لها اعمل لها الانتراب تمام يعني، او بحركهم حركهم خلاص. في حيطة ناقصة، في حيطة ناقصة اوكي تمام اوكي كمل. طبعا دي الشكل بتاعنا بقى كده، انا يبقى راح الغي الشكل كده، بقوم عامل بند، بعمل امتداد اللي هو موف نود، او بعمل التقاء بمسك الاثنين دول واعمل لهم تقاطع، يتقاطع مع بعض. باجي هنا بقوم مكلئ نقطة جديدة او بخلق حيطة جديدة بالشكل ده، بالشكل ده. طب تمام كده يعتبر الشكل اللي انا عاوزه خلص كده، الحائط تعتبر خلصت. ننتقل لمرحلة اللي هي اهم مرحلة، مرحلة الحوائط قصدي الابواب. الابواب انا بعمل الباب، هختار مثلا باب بالشكل ده، وام جاي من ام جاي على الهنج دور، وام جاي مختار عاد اقلب فيها كده لغاية لما اوصل للشكل بتاع الباب اللي انا عاوزه، اعمله مثلا بالشكل ده وليكن بالشكل ده، وشكل الاخرى بالشكل ده تمام. او جاي مثلا محدد الارتفاع بتاعه اللي مثلا 2020، والارتفاع بتاعه هو المفترض بيبقى فيه 10 سنتي سيراميك براعين في الموضوع ده، بس انا هلغي الموضوع ده لان مش فارق معايا قوي. بقوم جاي واخلي اللي هو الدور بيختلف، لو داخلي بيكون 8 من 10، يعني مثلا غرف داخلية زي ديت بيكون 8 من 10 زي ديت. هنا تمام هذا الباب ده، الباب ده، وادي الحمام ده. طبعا الحمام كده مكان غلط،
هنقول غلط ليه بعدين إن شاء الله. وأدي أدي دوت، طبعا الغلطات ديت هنعالجها. طبعا طبعا هنا دي في غلطات أنا أعملها، بحيث إن أنا إزاي أنا أعالج الموضوع دوت. طبعا أنا دلوقتي نسيت أعمل الجدار دوت إزاي، أنا بشتغل عليه، بقوم جاي هنا مكمله، وأقوم جاي عامل هنا كنترول على أساس أقصه تمام، وأعمل الباب بتاع الباب الرئيسي، أقوم عامله 9 من 10 أو متر على حسب، لأن عشان العزال بيكون أعمله على حسب الاتجاه بتاعي، أو اتجاه على حسب الاتجاه بتاعتي، هي كلها كده تمام. فاضل إيه؟ فاضل إيه؟ فاضل اللي هي الأبواب بتاعت البلكونات. أقوم مختار أي واحد من دول، بشوف واحد يعني كويس تمام، اللي هو دوت مثلا، وأقول له اللي هو متر وثلاثة واتنين متر 20، أوكي. وأقوم جاي فلور، مختار الشكل بتاعه وأقوم مخليه زي اللي فات، اختار ده واختار الأوبرا بتاعته تقريبا كده. طبعا التفريغ دي بقى اللي عاوز يظبط في التفاصيل بتاعته يظبط أكتر. الأخطاء اللي أنا عملتها طبعا فينا، هتعمد إن أعمل الأخطاء دي إزاي بقى؟ نكمل في بعض الأخطاء اللي إحنا قصدنا نعملها، زي مثلا ديت تكون فاتحة أرك إم بي تي دور، بنخش على إم بي تي دور هنا ونظبط الأداة بتاعتها، بنقول له إن الارتفاع بتاعنا يبقى مثلا 2.8 متر على أساس يكون ارتفاعها كبير، والعرض بتاعها يكون تقريبا 1.2 متر و20 سنتي، أوكي تقريبا. بعد أظبط السنتر بتاعها تقريبا نفس الكلام مع ديت ونفس الكلام مع ده. هنا في نفس الكلام مع ده، هو الاثنين فيهم نفس الفكرة، بس الام بي تي مختلفة شوية. طبعا انا غلطت انا برضو، وهنا اعمل ام بي تي، اتك على الاثنين واعمل الام بي تي دور، واقوم جاي انا اقول له لا اعمل لي 3 متر. هنشوف طبعا في واحدة فيهم هتبقى مظبوطة والتانية تبقى غلط. هنظبط دلوقتي 2 بوينت تمام. طبعا الاتنين مظبطوش، بقول لهم 2 متر مثلا، في واحدة هتظبط والتانية مش هتظبط، وأقوم جاي على ديت أقول له لأ خليها لي متر. ما نشوف تمام، لأنه أقول له خليها متر و3 من 10، يعني لأ خليها متر و2 من 10 تمام. تقريبا كده مظبوطة. وديت بنظبطها شوية تمام، تقريبا كده مظبوطة. ديت نفس الكلام بنعملها ام بي تي، او من غير ام بي تي ممكن نشيلها، ممكن نشيل الحتة ديت تمام. يعتبر كده جميع الابواب تقريبا مظبوط. دي مثلا غلطة ديت، بقوم ماسكها واقوم عامل لها انفرس، هم اتك هنا اتك عليها واعمل لها انفيرس، اتك على النقطة في النص واعمل لها انفيرس. طيب تمام كده قوي كده ظبطت. باجي هنا على السلالم، باجي اظبط السلالم، بقول له انا عاوز سلم الثلاثي، قصدي الثلاثي، واقول له مفيش لا ارتفاع، واقول له الارتفاع بتاعها بيكون 3 متر و4 من 10 بارتفاع الدور مع سوق السقف. وانا دلوقتي مش عارف الابعاد المظبوطة، يعني على اعتبار ان رسمة الاوتوكاد صح وان الابعاد صح، بقوم جاي هنا بامر اللاين، وقوم جاي هنا عامل اللي هو درافت ادز، وقوم جاي هنا قايل له اعمل لي موازي للخط ده، لا اعمل له لا اوفست، واقول له ايوه الخط دوت، واعمل لي اوفست بمقدار 1.2 بمقدار 1.2 هنا، وهقوم راسم الرسمة بتاعتي
باجي امسك الخط واقوم جاي اعمل اوفست، واقوم جاي من الاوفست تاني اهوت واتك اخر نقطة واقوم بعد 1.2 1.2. اوكي كده الخط بتاعي اتعمل اترسم. واقوم جاي هنا مغير الابعاد بتاعتي واقوم قايل مظبطها، طبعا مش هتظبط قوي لان انا الابعاد بتاعتي مش مظبوطة. باجي هنا عامل كليك يمين، طبعا مش هيظبط فجأة لما انا اظبطها. واقوم جاي في السكشن انا التك على الخطوات واقول له البارامترز واقول له ديت 1.1 على اساس تنفيذ غير ال تمام اتظبطت. لو عاوز اقلل العدد دوت، عاوز اقلل العدد النوايم، بقوم داخل هنا وقايل له اعمل له 1.6 بوينت، لا خليها 1.6، لا دي يعني لو عاوز ازوز لا خليها كده مظبوطة. تمام نشوف الأبعاد بتاعتي، تمام مظبوط. لو عاوز أقيس الأبعاد بتاعتي من أول هنا لغاية هنا كام؟ 25 سنتي مظبوط كده. ونشوف هنا كام، يعني 22 بتاع المسلحة يظبطها في 3 سنتي. أو جاي واخد من هنا مثلا ومن هنا يظبطها هو بتاع المسلحة. طب تمام نيجي هنا فاضل هنا احنا بقى مظبطناش الحتة ديت، عاوزين نرسم جدار هنا. وقام جاي بالحيطة هنا وقام قايل له اعمل لي اوفست، وقام جاي قايل له من اول نهوت لغاية هنا دي الحتة اللي عاوز ارسمها، وقام متك اخر نقطة كليك كمان كليك عشان يجي معايا واقول له اعملها لي اطلع لي بوينت 8.8 ادي رسمها لي جدار اهوت مظبوط. وقام جاي اعمل هنا شايل الخط ده على اساس انه هو هنحسب دلوقتي الكميات ان شاء الله بعد ما نخلص هنحسب كل حاجة. الاساس دي منار، دي منار كمان. ممكن انا هنا احط غسالة، خليها باللون الاحمر. باللون الاحمر بدي المنور بتاعي ان شاء الله نعمل ازاي بنعمل الشبابيك دلوقتي. طبعا احنا لسه مغيرناش الحوائط ديت، مظبطناش تك شيفت اساس ان انا اجمعهم تاني. واقوم جاي هنا مظبط الارتفاع بتاعهم، لا اقول له نو لينكد، عاوز الارتفاع بتاعهم معلوم متر، اقول له اوكي غير اللون. طب تمام احنا جينا نرسم الشبابيك، نعمل شبابيك مثلا اي شباك كده نظبطهم، نجيب شباك ضلفتين، لا خلى ضلفتين ضلفتين، وايه اللي هو اغير بقى في الاشكال بتاعتهم، ما خلاه مثلا بازاز جلاسس. طبعا لو عاوز اعملها خشب والكلام دوت اقدر اعملها اغيرها، اخلي العرض بتاعها متر وثلاثة من عشرة، متر واربعة من عشرة، اخلي دي تسعة من عشرة بوينت، قصدي تلاتة من عشرة الارتفاع، دي بوينت تسعة على اساس يساوي المنسوب بتاعه، منسوب اعلى حاجة فيه يساوي بوينت تسعة وماشي تمام. هخليها كده، اعمل هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد طبيعة الحال، وهنا واحد عشان شباك لغرفتين، دي غرفة نوم دي غرفة نوم. هنا دي مطبخ هغير العرض بتاعه، ودي هنا باقي هنا اقول له ديت اخليها بوينت 8 من 10 لان دي مطبخ. والارتفاع بتاعه قصدي الارتفاع بتاعه، الارتفاع بتاعه متر والعرض بتاعه 8 من 10، ما يفرقش بالنسبة لي انا دلوقتي مطبخ في الاخر 8 من 10 بوينت 8 من 10. بوينت 8 من 10 اوكي. هنا واحد وهنا واحد
ورياضة واحد اللي هو الكليات. باجي بقى اظبط بقى انا ايه، لو مش مظبوط برضه اظبط في السميت بتاعتها اللي جت بالتقريب كده بالمنظر تقريبا، وللمطبخ للحمام دوت منوار. تمام كده اعتبر انا خلصت اهم حاجة. طبعا انا هلغي هنا اعمل هنا سيليكشن، والغي اللي هو الحوائط اللي كانت هنا واقوم لاغيها. طب تمام انا عايز احسب كميات دلوقتي. انا عملت دلوقتي خلصت الشغل بتاعي تقريبا بس هاجي هنا دوكمنت واقوم كاتب هنا مثلا غرفة نوم واكتب الألعاب بتاعتها على السريع. عايز اغير خليها مثلا 4 اللي هي التجارية. هم التكانة دبل كليك كنترول زد الت. تمام اكتب هنا صالة استقبال. تمام ماشي. طب تمام انا كده يعتبر خلصت اللي هو الرسم المسقط. لو عايز احسب الحوائط او كده اقدر احسبها. تمام احسب الابعاد بتاعتي ازاي. انا هحط الابعاد بتاعتي بسرعه جدا فمختار الحوائط ديت، واقوم جاي هنا على الدوكومنت ومن الدوكومنت اقول له دوكومنت اكسترا، واقوم داخل على الاوتوماتيك واقول له الانتريور عايز داخل ايه، واقوم جاي هنا محدد اللي هو المقطع بتاعي واقوم متك اخر نقطه واعمل هنا اقول له اعملها لي هنا اهي زي ما انتم شايفين. واجي هنا نفس الكلام اختار الحوائط بتاعتي. الموضوع انتهى بسرعه. اوتوماتيك اقول له انتريور واقوم داخل انا عامل محدد بالشكل ده نفس الكلام. عاوز اي حاجة بنفس الطريقة ديت اقوم مختار الحوائط دي كلها، الحوائط دي كلها مرة واحدة بدون مش الموضوع مش متعب. خاصة ديت موجودة في برنامج الاوتوكاد ارتكتشر الجديد. قام قال له اعملها لينا. طبعا انا محددتش الجدار ده اعمله تاني اقول له دوكومنت الانتريور. لو عايز اعمل الخارجي اقدر اعمل الخارجي بس انا ما بحبش اعمله، هعمله دلوقتي برضو عشان الناس تشوفه. عايز اعمل مثلا مجموعة الجدران ديت اقول له اهوت الانتريور. اوكي نفس الكلام مع ديت اقول له الدوكومنت قال له انتريور بقول له مثلا. قعد بقى اظبط بقى انا ايه اللي هو التقسيمات بتاعتي. يعني مثلا طبعا الحاجات ديت انا باجي هنا دلوقتي عاوز بقى ايه في حاجات انا عاوز ارجعها زي مثلا وظهر ان الحيطان اتغرب بلون الهاشتاج او بلون الخطوط بتاع الدوكومنت باللون الدايمنشن بتاعي. بقوم جاي مختار الدايمنشن اقول له دايمنشن واقوم جاي مغير الستايل بتاعه اقول له اغير الستايل نفس دوت اقول له خليها زي خليها 3 مثلا واخلي اللون احمر مثلا او لون بنفسج اهوت. اللون كبر شوية اخليه 2.5 مثلا 2.5. اوكي طب تمام اقدر بقى انا هنا الغي اللي هو الحاجات ديت اقدر الغيها ملهاش لازمة. ممكن من بداية تأدي امر ان انا متفعلش الخاصية ديت. طب تمام انا دلوقتي لو عايز اعمل الابعاد الخارجية ازاي انا بعد اعمل الابعاد الخارجية بقوم متكة المنشأ كله وقوم جاي قايل له الاوتوماتيك واقول له الاكستيريور واقول له
بنفس الصيغريات كلهم، والتكة البعد المناسب ليا وأم التكة هنعمل لي الخارجي دوت نفس الكلام. دوكومنت اول اكستيريور نفس الكلام ده، بعمل عمودي اوكي. طب لو انا عايز اعمل الاثنين مع بعض يعني دي طريقة حلوة ان انا بعمل الابعاد بسرعة، بس اقدر اغيرها لو عايز اعملها مرة واحدة من غير ما اتعب نفسي. بقوم جاي نفس الصيغة اللي انت شايفينها ديت، واقوم جاي دوكمنت واقول له اعمل لي الاكسترور الداخلي، واقوم متك البعد دوت، واقوم جاي في الطرف هنا تمام مع كلها زمانية. كنسل دوكمنت اكسترور نفس الكلام جبت لي كل حاجة، كل الأبعاد اللي أنا عاوزها. طبعا الناس بقى تبدأ في التفاصيل اللي أنا ما بحبش، أنا أصلا العك دوت يكفيني دوت. عاوز بقى تبدأ يعتبر ديك يعني أخلص أعمل السلاب. بجيب السلاب هنا بقول له أنا عاوز السلاب بتاعتي تكون بوينت 2، أخليها خرسانات كونكريت سي 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 او ان او كونكريت، واعمل السلسلة تشينج، واقوم جاي اعمل اللي هو الكارك دوت. طب انا لو غلطت مثلا زي الغلطات اللي بعملها ديت، ازاي انا بعدل الغلطات ديت؟ طبعا نعرف ازاي بنعدل الغلطات ديت، بس ان احنا لو حصل اي غلطة معانا ازاي بنعدلها او اي شكل انا بدي اياه تمام. بمسك انا هنا، لا لا انا مش مفعل خاصية اللي هي المغناطيس ديت، هي مش مفعلة، لو مسكت مش عارف امسكها لما انا مفعلة عشان اعرف امسك اللي هو وأقوم جاي مطرح متكة التطريح دوت، وأقوم متكة اللي هو المستطيل دوت، وأقوم مطرح المنور ده، لازم متكة المستطيل ده عشان أطرح لي اللي هي اللس أوف ديت. الله لو كنا محتاجينها ماشي تمام. أنا هنا باجي هنا أقوم عامل كده، أنا خلصت بقوم متكة على اللي ديت اللي هي البلاطة، وأعمل انسيرت نود، وأقوم متكة هنا كمان انسيرت، وأعمل هنا انسيرت كمان، وأقوم جاي هنا أقول له اعمل لي اللي هو الأرك بتاعي تمام. نفس الكلام ده تعمل الأرك بتاعي، وأقوم ماسكه الخط من النص، وأقوم ماسك الخط برضه من النص، وأعمل الأرك بتاعي. هنا ما عملتش النود، بقوم عامل النود بتاعي، وأقوم جاي هنا عامل الأرك بتاعي اللي هو أوكي تمام. اللي هو مكان السلم لازم يتشال، بقوم جاي هنا شايل المنطقة كلها تمام. طبعا ما فيش طبعا مونتري كمان مونتري كمان بتتشال، لان ما فيش اي غلطة هنا. طبعا هنا البسطة نسيت البسطة، بزود المونتريات عشان البسطة تمام. نيجي نشوف الشغل دوت 3D شو سيليكشن اعمل شغل، قصدي شغل تمام. ادوات الشغل بتاعي لو بدنا اغير اي حاجة، اغير جدران الالوان بتاعتها اقدر اغيرها من موديل، مثلا خليه بالموديل دوت تقريبا كده ماشي، اقدر اغيره زي ما انتم شايفين كده. عايز اعمل رندر على السريع ليها للشغل اللي انا عامله دوت، واقوم مثلا ظبط الزاوية بتاعتي، واقوم جاي هنا الرندر بتاعي
لو دوت مش موجودة 3D Visualization، وأعمل كليك يمين وأقوم جايبها وأقوم جاي هنا عامل اللي هو الإعدادات بتاعتي. باجي هنا الداي لايت وأقول له أعمل لي الأوت دور، وأقوم جاي هنا الانفايرمنت وأقوم قايل له مثلا بالشكل دوت، وتمام كده. وأقوم جاي محدد السليكشن بتاعي، أقول له أنا عاوز السليكشن على المنطقة ديت تقريبا، أقول له أنا عاوز المنطقة بس، وأعمل رندر عليها. هو بيجي يعمل رندر سريع. رندر اند برو، هذا الرندر بيمشي، الرندر اشكال 18 السريع. يسير 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 بسرعة اهوت. تمام، يعني لحد ما هو كويس. طبعا ما تظبط الاعدادات بيكون افضل يعني. دونت طب تمام، هنكرر الدور دوت، بناخده كوبي كنت عايز اعمل حاجة تانية بس على ما هلغيها. اقوم جاي هنا كليك يمين واقوم اقول له كوبي والدور الارضي، يعني بقول لك فروم ستوري، يعني اعمل كوبي من فروم ستوري لغاية الدور، كل دور تقريبا. وبعد التعديلات هنظبطها، ولما تيجي تقف بقف في الدور دوت الارضي. اوكي اندوم. تمام، هو اداني الدور السادس. انا اقول له انا اقوم جاي لاقي له كل الحوائط، بقوم جاي مختار الحوائط كلها او بلغي الدور كله على اساس انه الدور الاخير اللي في الكوستات. لو عاوز اعمل مال خليني اقوم جاي السادس. تمام، اعمل كليك يمين واعمل بيست اللي انا كنت عامله قبل كده، اعمل ويست. تمام اوكي، واقوم عامل F5 بيجيب لي الادوار كلها اللي انا عملت لها تكرار السريع. طبعا في تعديلات لسه، الدور دوت والدور دوت هنتم فيها تعديلات ان شاء الله. فاضل زي ما انا قلت دوت اصلا كنت هشيله اصلا، سبحان الله. هم جاي بس على السقف دوت، هم جاي واخد كوبي وهم جاي حطه في الدور السادس. تمام كده، انا فاضل هنا الكوبستان المفترض انا بظبطها. دي يعتبر الشكل العام للمنشأ. لسه نعمل تعديلات للدور دوت والدور دوت ان شاء الله. والحاجة تعمل بسرعة شديدة يعني. ان شاء الله الجزء الثاني ان شاء الله نتكلم فيه ان شاء الله. السلام عليكم.